السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي فلاشين حياه بيوتي. المهم غادي نوجد معكم التوجيه ديال السفر ديالي المغرب ان شاء الله. جي دابا ناخذ لا فاليز، نشوف هاد لا فاليز كون فيها 25 كيلو. المهم البنات غادي نشوف شي وحده هنايا تكون زوينه وتكون شويه كبيره، راكم عارفين المغرب كيبغي بزاف. باش شي وحده تكون كبيره، هادو كلهم صغار صغار. ماما البنات غادي نختار الباليزه وخليكم معايا. المهم البنات هانتوما كتشوفوا معايا، خديت الباليزه من بعد نوصل للدار نصورها لكم. ودابا جيت للصنداله وشريت صندال ديال الدار ديال الدراري الصغار، بوتشي ديال الدار. المهم زوين البنات، رخاص في اوشن، تطيرو 99، زوينين ولكن بس برديله 6.99 زوينين. المهم البنات زوينين، شوفو ناخد هادو. نو نقول لك حل اللي لقيته. Thank you.
عيني معذري. Çok çok güzel. Çok 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 çok. ناري البنات يخلعوا كيعيطوا لشي حد. سبحان الله. انتما البنات الجو رائع جدا، كيحمق البنات هنا، كيصيدو فيها الحوت زوين 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 صراحة. هاد البلاصة زوينة بزاف، كتهدى الواحد، يكون مقلق يكون المهم يجي هنا يسمع الأموجات ديال هاد الشلال الواعر. نتمنى ان شاء الله البنات عجبكم هاد الفيديو ديال اليوم، كون حسيتو مفوجتو فيا معايا. انتما جلست على هاد الحجر لا نطيح. ايوا شكون كاين البنات؟ المهم هدا هو الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش ليا اللايك والاشتراك في قناتي، وشكرا لكم بزاف.